وحول هذا الموضوع أكد سعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، أكد خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن أرقام مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام الجاري تؤكد نجاعة المبادرات التي أطلقها الفريق الحكومي لتوفير فرص عمل في مختلف المجالات وبرامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل. الاستمرار في تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل كل تلك التحديات التي يمر بها العالم يعتبر نجاح كبير للمجموعة الاقتصادية بالمملكة، ودليل أيضا على أن خطة وجهود تبذل بالفعل بروح الفريق الواحد يضع نصب عينه هدف واحد، وهو يمثل في تحقيق التوازن المالي عبر تنفيذ خطة تعافي اقتصادي طموحة. تابعنا الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والخاصة بمؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الأول العام الجاري، والإعلان عن نتائج النصف الأول من العام تسير في نفس الاتجاه، يعني ذلك نجاح المبادرات التي أطلقتها الحكومة في العديد من القطاعات، وبالتالي يترجم هذا النجاح الذي توفر فيه فرص عمل للمواطنين وهو أهم أهداف الحكومة في الوقت الحالي بتوفير وظائف مناسبة وبرامج تدريبية جديدة لتهيئة الشباب البحريني للدخول في سوق العمل.